انطلاقا من معرض الكتاب بالرياض نستضيف اليوم معانا إعلامية وناشطة اجتماعية نهى الحربي اللي قدمت لنا كتاب عدني بأن تكتب لي دائما. طبعا هذا الكتاب كتاب يتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة. يا هلا فيك أستاذة نهى، طبعا منورتنا يعني نبارك لك على هذا الكتاب وعلى فكرة هذا الكتاب. يا هلا وسهلا فيك أستاذة إيمان، والله يبارك فيك ويعطيك العافية. يعني اخترتي كتاب ليسمع اسم الكتاب يقول هذه رواية عدني بأن تكتب لي دائما، ليش اخترت اسم هذا الكتاب؟ أنا لاحظتك أول ما حطينا الكتاب مسكتي طالعي عدني تحاولي تربطي ما بين الاسم والمحتوى. هو الكتاب مثل ما أنت تفضلتي طلعتي عليه يعني يحتوي أبطال هذا الوطن الغالي من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإنجازات. نذكر منهم اللي هو عبد الرحمن الحمدان بطل العالم 2007، واللي لغاية الآن لم يجي أحد أو لاعب يكسر الرقم اللي هو حصل عليه. عندنا كابتن عمر جابري أول سعودي يوسم العالم بست أوسمة ذهبية. عندنا المحررة الصحفية الكفيفة أبرار السبر. عندنا أيضا بطل الراليات الدولي فهد العبد اللطيف، هو واحد من أصل ثلاثة، وغيرهم وغيرهم في الكتاب. الكتاب مثل ما أنت شايفة هم من ذوي الاحتياجات الخاصة. دائما عندنا تصور وانطباع أن المعاق عنده تذمر أو دائما يطالب بحقوقه أو يعني إحنا هذه الصورة اللي ماخذينها عنهم بالمعتاد. بحكم مضي وقت كبير معهم وخبرتي كانت طويلة معهم، أنا اللي لمسته منهم فقط أنهم يحتاجون أحد ينصت لهم. هم يملكون أشياء إحنا ما نملكها من الإيجابية، الإلهام، التحدي، الإنجازات، يملكون أشياء الله عوضهم فيها، هم فقط يحتاجون الإنصات فعلا. بس يعني كيف فكرتي في هذا الموضوع؟ إيش كان الشيء أو الدافع اللي وراء هذه الفكرة؟ يعني أكيد ما صحيتي في يوم من الأيام وقررتي أنه أنا حأكتب كتاب عن ذوي الاحتياجات الخاصة، أكيد في كان سبب أو دافع لك عشان قررت تكتب هذا الكتاب. أستاذة إيمان للأمانة يعني هو أصلا كتاب كان حيكون غير الكتاب هذا، يعني كان درافت مسودات كنت حرفعه وحنهي، لكن للأمانة في وقت قصير تغير القرار تماما، ومثل ما قلت لك بعد يعني مضي وقت طويل معهم تغير القرار لأني اكتشفت أبطال للعالم موجودين عندنا بالبلد. إحنا بدل ما نذكر الأسماء اللي من خارج الوطن وأسماء لها قرون يعني ميتة، أسماء من قديم الزمان، أنا عندي أبناء وطني عاشوا نفس الظروف، عاشوا نفس العوامل، عاشوا نفس التحديات، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ذوي الإعاقة. فكل الفخر لي ولأي مواطن سعودي أنه يعرف عنهم ويذكر أسماءهم، لأنهم أصحاب إنجازات وريادات. لهالسبب هم يستحقوا أن الواحد يكرس لهم مجهود، يكرس لهم وقت، يكرس لهم طاقة عشان يظهرهم بأحلى حلة. فعلا. وكمان من الأشياء اللي لاحظتها في الكتاب أنه أنت ما كتبتي سيرة ذاتية كسيرة ذاتية أو سي في طبيعي، قلتي اسم عمر وإيش سوى، لا كان عندك حبكة درامية قلتي فيها إنجازاتهم، إيش الأشياء اللي حاصلة فيهم أو حاصلة معاهم، يعني كان في يعني تم توثيقها بطريقة ينفع تكون حتى مسلسل. كيف طريقة ما وصلت الإحساس، وصلتي كإحساس إحنا جالسين أو أنا أقرأ الموضوع وحاسة بالشيء اللي حاسته أستاذة نهى، كيف؟ هذا هدفي كان الأمانة يا أستاذة إيمان، يعني لدرجة أنه كنا حاطين معينين موظف أنه هو اللي يفرغ المادة، أنا اللي مسكتها لأني أحتاج أعيش إحساسهم. لازم نعيش كل دقيقة هم مروا فيها من يوم انولد لحد إنجازاتهم اللي لا زالت تستمر. أبغى أوصل رسالة للقارئ عن طريق الكلمات اللي نطقوها لي وأثرت فيني حقيقة، حتى إحساسي كنت أوصفه في الكتاب، يعني أبغى أوريهم حتى أنا إيش ردت فعلي. ما أبغى الكتاب يكون جامد، أبغى يلمس قلب كل قارئ. أستاذة إيمان يعني ما تتخيل التحديات اللي هم واجهوها. حرصنا في الكتاب أيضا إيصال رسائل إلهام للقارئ، بحيث أنه إذا كان في حالة إحباط سواء كان من ذوي الإعاقة كان يقرأ الكتاب أو من الأسوياء يكون عند الإلهام والإنجازات. أنا ما أبغاهم يؤلمون الشخص أو القارئ قد ما يلهمونه، فعلا مهم كثير بالنسبة لي. لهالسبب حاولت يكون الحبكة درامية قريبة من قلب القارئ في نفس الوقت تجدد روح الطاقة والعطاء فعلا، لأنه خاصة بنتكلم على ذوي احتياجات خاصة. يعني هذا الكتاب ما أظن راح يعني ينكد على شخص أو يجعله حزين قد ما هو يستوعب فكرة أنه إذا هذا إنسان كان عنده ذوي احتياجات خاصة وما وصلوا لمراتب عادية، مراتب إحنا كأشخاص طبيعيين أساسا ما فكرنا فيها أو ما فكرنا أو طمحنا لها، فهذا الشيء بالعكس فخر لنا. بس أكيد
أنا متأكدة أنه أنت بتكتب الكتاب كان فيه قصص وأشياء معيقة لك وأشياء مؤثرة لك خلف الكواليس، فيها فضول أعرفها شوي. أكيد أستاذة إيمان، وهذا يعني أصلا من حق كمان القارئ أنه يعرفها. طبعا إحنا كنا نمضي وقت كبير معهم، يمكن الشخص الواحد أحيانا نقسمه على يومين وياخذ ما بين 6 إلى 7 ساعات، لأنه نحتاج أنه يكون بعيد عن الضوضاء، يتكلم بأريحيته بعيد عن أي شخص، لأننا يهمنا أن إحنا نوصل مشاعره في الكتاب، سواء كانت مشاعر تحدي أو حزن أو إحباط أو نجاح، وهو اللي إحنا نبغى نوصل له في الأخير. الحاجة الثانية أستاذة إيمان، حقيقة من كثر ما أثرت فيني قصصهم كنت أكتبها بعيد عن الناس وبعيد عن المجتمع، يعني لدرجة كنت أختار الساعة 2 بالليل أضمن فيها أن الكل نايم، بعيد عن ضوضاء اليوم، بعيد عن أي انزعاجات أخرى، بحيث أني أتفرغ للكتابة، لأن كانت قصصها مسجلة عندي على الموبايل، فكنت أسمعها أنشغل بتأثري فيها وحاول أني أنشغل بالتفريغ، نفس التسجيل على الورق، فكان ياخذ مني مجهود عاطفي، كان ياخذ مني مجهود جسدي، وفي نفس الوقت يعني انت تتكلمي عن دوام بدايه اليوم. صح. فكنت يعني شغلوا لي وقتي كثيرا، وسعيده سعيده فيهم، وحقيقه وفخوره فيهم لهالسبب. يعني امضينا وقت كبير لا انا ولا اللي كانوا معي، بحيث ان احنا نطلعهم باحلى صوره عبر صفحات فعلاً الكتاب. فعلا يعني يستاهلوا حقيقي. فكره انه انت كيف حتى مختاره، عندك مسؤوليه كانت ناحيه هذا الكتاب، كانه شيء مفروض عليكي، ما كانه شيء نقدر نقول اخترتيه بكامل ارادتك. وللامانه استاذه ايمان، مسؤوليه الجميع، هذول ابطال الوطن. صح. فلازم احنا نظهرهم للعالم ونفتخر فيهم، يعني العالم كله يعرف ابطال الكتاب الا احنا. طب ذكرتي فعلا حاليا، قلتي ذكرتي انه هذول الاشخاص معروفين، طب مين كمان من الشخصيات اللي ذكرتيهم ومعروفين بس احنا ما نعرف عنها؟ مثلا انت تفاجاتي ببطل الراليات. فعلا. اللي موجود بطل الراليات فهد العبد اللطيف، مثل ما قلت لك هذا واحد من اصل 3 بولندي وقطري والسعودي، فهد العبد اللطيف. عندنا كمان اللي هو الرسام المعروف اللي عليه توصية من أمارة الرياض سنويا لإقامة فعاليات الخط العربي وفنون الخط، هذا موجود عبد العزيز الذياب. عندنا كمان مثل ما قلت لك كابتن هاني النخلي، كابتن هاني النخلي حصل على وسام الملك عبد العزيز رحمه الله من الطبقة الأولى، واللي كرمه ملك الإنسانية المغفور له بإذن الله الملك عبد الله بن عبد العزيز. هاني النخلي معروف بخاطف الأرقام الدولية. عندنا المغفور له بإذن الله البطل فهد الشهري، طبعا وجه تحية لوالدته الأستاذة رئيسة العمري اللي كان لها دور كبير. ممكن تحكيني قصة هذا الموضوع عشان تحكيناها وراء الكواليس بس أثرت فيني شخصيا؟ فهد الشهري أول طفل وأول بطل قابلته باللجنة البارالمبية. فهد بدينا أنا وياه القصة يعني، وكان لضيق الوقت، كان في تدريب ومعسكرات بطولة كانت نهاية الأسبوع، فزودني ببعض إنجازاته على الورق كتبها بخط إيده، إضافة للمسجات الصوتية اللي كانت معي. بعد فترة رسلتني والدته الله يحفظها، فحكت لي أنه فهد تعرض لوعكة صحية والآن حالته متنوم بالمستشفى، وبعد فترة دهورت الحالة ودخل العناية المركزة لحد ما توفاه الله. في اللحظات هذه أنا كان عندي يقين اني ما عاد راح اشوف فهد، للامانه كان عندي احساس كبير اني ما عاد راح اشوف فهد ولا راح اكمل الحوار معه، فكنت احاول يعني اوهم نفسي او اكابر على هالموقف. فوصلني خبر مباشره من والدته في اللحظه اللي رفعوا عنها الاجهزه انه توفى الله يغفر له ويرحمه، تغمد الله يرحمه. انا كنت موقفه القصه، والشيء المحزن فيها ان القصه لم تكتمل، القصه موجوده في الكتاب لكن في منتصف القصه اضطريت اني اذكر انه فهد الآن يوارى جثمانه التراب في هذه اللحظات. حبكة درامية فعلا. فكان شيء محزن لي جدا، وبصعوبة تجاوزته، لأنه هو القصة الثالثة في الكتاب، هو أول واحد قابلته لكن القصة الثالثة في الكتاب أخرته لسبب دخوله للمستشفى. أكيد. فكانت من القصص اللي وقفت عندها كثير صراحة، وكثير أثرت فيني، ولازلت يعني أني أحزن أني أفتح على قصته في الكتاب وهو القصة الوحيدة اللي ما اكتملت بالحوار مع رحمه الله وغفر له. فعلا. بس اللي أبغى أعرفه كمان يعني، أنت بتتكلم على حكاية فهد، أنا صراحة قبل ما تدخلي هذا اللقاء كنت بتتكلم عنه، حسيت قديش مأثر فيك هذه القصة، وإن شاء الله تكون والدته بتتابعنا حاليا ونوجه لها تحية، والله يغمد روحها الجنة، وأكيد شخص ملهم، وهذا الكتاب وكل الأشخاص اللي فيه وإنجازاتهم أكثر من ملهمة. بس الكتاب هذا أكيد لي ريع، يعني نبغى خبر اكسكلوسيف لينا البرنامج سيدتي، ريع الكتاب هذا يروح لمين؟ طبعا برنامج سيدتي يستحق انه يكون اكسكلوسيف. يعطيك طبعا قبل لا اقول ريع لمين، حابه اوجه شكر لشخصين
قاموا بأنفسهم على الكتاب، المدير عام الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الأستاذ حمد البكر، وشكر خاص أيضا للأستاذ محمد الفقيه مساعد المدير العام في الشركة الوطنية أيضا، اللي قاموا هم من باب المسؤولية الاجتماعية بأنفسهم شخصيا على إصدار وإنتاج هذا الكتاب بالشكل اللي أنتم شايفينه وبالجودة العالية اللي إحنا شايفينها صراحة. الله يعطيهم العافية. الريع عائد كامل لجمعية الأطفال المعاقين، فإحنا نتمنى من المشاهدين الكرام ومن القراء ومن جماهير الكتاب أنهم يقتنوا هذا الكتاب لسببين، فخرا بمحتوى هذا الكتاب وأبطال هذا الكتاب. الحاجة الثانية أن نحن بالريع حنساهم بإنتاج أبطال أكثر من جمعية الأطفال جزاك الله ألف خير المعاقين. فأتمنى يكون في دعم من القراء، وأتمنى يكون في دعم من المشاهدين. لعلي أذكر أنه بإذن الله بكرة حيكون تدشين الكتاب بمنصة توقيع بمعرض الكتاب، منصة توقيع رقم 2، حيكون الساعة 4:30 بالتمام في معرض الكتاب. يستاهل الكتاب وتستاهل قصة الكتاب وكاتبة الكتاب، فعلا شيء جدا ملهم، ويعني شيء جدا مؤثر، ويعني هذه الأشياء تخليك من جد يعني تتسمي إنسانة ناشطة اجتماعيا وإنسانة مسؤولة اجتماعيا، بالرغم أنه ما نقدر نقول أنه مثلا كان في عندك قصة أو شيء يعني متعلق فيك مباشرة أو شخص متعلق فيك مباشرة، لا، الموضوع أنت بالنسبة لك كان من جوة قلبك تبي تسوي، فهذا الشيء جدا رائع. ثروة مكتشفة، ثروة مكتشفة فعلا. يعني هم أنا لما قابلتهم ثروة، وبالعكس أنا أصدرت هذا الكتاب عشان أحفز البقية من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه موجودة كل عناويني على الكتاب يتواصلوا معي، وبالعكس إحنا نفتخر بإنجازاتهم قصصهم وأي أشياء ريادية هم عملوها في حياتهم. حلو، والسؤال الأخير اللي أبغى أعرفه، ليه حرصت أنه يكون اسم الكتاب عدني بأن تكتب لي دائما؟ مثل ما إحنا تكلمنا في البداية، ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة يملكون ما لا نملكه. أرجع أكررها، الإيجابية، الطاقة، الإلهام. أنا لما أقرأ الكتاب، لأني أنا محملته عندي على الجوال، أحس بالهام رغم أني أنا اللي كاتبة، فعندهم ميزة الإلهام. طبعاً النجاح والإنجاز اللي إحنا ممكن بصعوبة نوصله. المعاق وذوي الاحتياجات الخاصة هم يحتاجون فقط إلى الإنصات، أنه أحد يسمع لهم، أحد بيحس بوجودهم. فلها السبب أنا ما أعطيتهم وقتي كله، فكتبت عدني أن تكتب لي دائماً. الإعلامية والناشطة الاجتماعية والملهمة نهى الحربي، نورتينا، وفعلا نتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق، وكتاب أكثر من رائع، وفكرة الكتاب يعني أكثر من رائعة. شكرا جزيلا لك أستاذة إيمان، وهذا دعم منك أنت شخصيا ودعم من برنامج سيدتي أيضا لهذا الكتاب، ونتمنى أنه يوصل للجميع بإذن الله. مشاهدينا طبعا بعد هذه الفقرة الملهمة جدا، خلونا نطلع لفاصل قصير ونستكمل من بعده بقية فقراتنا لهذا اليوم، فخليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، تعرفي على كيفية الوقاية من الإصابة بالجلوكوما.